الرعي وتربية الأغنام عمل يقوم به غالبا الأطفال وكبار السن. لا يعتمد السكان على هذه الأغنام كمصدر دخل رئيس، إلا أنها لا يكاد يخلو بيت منها. الاهتمام بها ورعايتها تجاوز روابط وقوانين الرعي، كما لو أنها أحد أفراد العائلة. بعد هطول الأمطار الموسمية تتزين الأرض وتصبح هذه الجبال حدائق خضراء معلقة. حينها قد تحتار العين من أين تبدأ النظر، ويعجز البيان عن الوصف، ويصبح الانبهار لغة مشتركة تتجاوز الحدود من غير كلام.